واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مقتل عثمان رضي الله عنه، وأنه بعد أن قتل بايع الناس لعلي رضي الله عنه وتمت البيعة له، وذلك في آخر سنة 35 من الهجرة وبداية سنة 36 من مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه وقعت أحداث كثيرة في خلافة علي، ستكون محور حديثنا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، عن الأحداث الجمل، صفين، النهروان، ونتكلم كذلك عن خلافة علي، وهل هو أحق بالخلافة من أبي بكر؟ هل ظلم علي حيث جاءت خلافته في السنة 36، أو أنه كان يجب أن يكون خليفة من السنة 11 بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما سنتكلم عنه بأريحية تامة وتفصيل، لا أقول ممل، ولكن بتفصيل يسعدكم إن شاء الله تعالى ويريح بالنا وبالكم. ولكن قبل هذا كله لابد أن نبدأ بالتعرف إلى علي بن أبي طالب، من يكون أولاده، أزواجه، كما صنعنا، وفضائله، كما صنعنا بسائر الخلفاء الراشدين. وفاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلت إنه سيكون حديثنا في هذا اليوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. علي هو أقرب الخلفاء الراشدين نسبا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب، أبو طالب اسمه عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد، ابن هاشم الذي هو عمر ابن عبد مناف، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو طالب والد علي، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد المطلب كما هو معلوم. علي بن أبي طالب تميز هو وإخوته جعفر وعقيل بأنهم أول هاشمية تلد من هاشمي أمهم. فأم علي هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم. هاشم له ولدان، عبد المطلب وأسد. هاشم له ولدان هما عبد المطلب وأسد. عبد المطلب جاءه من الذكور ما هو معلوم، أبناء عبد المطلب، ومنهم عبد الله أبو طالب، وأسد، و جاءته فاطمة، وجاءته ذرية أخرى لكنها انقطعت. المهم أن فاطمة بنت أسد تزوجها أبو طالب ابن عبد المطلب ابن عمها، فأنجبت له عليا وجعفرا وعقيلا، وقيل إن طالبا كذلك أخوهم الشقيق. فهؤلاء الأربعة كلهم أبوهم هاشمي وهو أبو طالب، وأمهم هاشمية وهي فاطمة بنت أسد. وقد ذكر أهل العلم أن بين كل واحد وواحد 10 سنوات،
فعلي أصغرهم، أكبر منه جعفر وهو أكبر من علي بعشر سنوات، وأكبر منه عقيل وهو أكبر من جعفر بعشر سنوات، وأكبر منه طالب وهو أكبر من عقيل بعشر سنوات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. علي ابن أبي طالب هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبية، وذلك أنه بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكانت حال أبي طالب ضعيفة من ناحية المادية، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وحمزة، جلسوا معا وفكروا في حال أبي طالب وفقره وحاجته، فقال حمزة: أنا وأنت يا عباس وأنت يا محمد، كل واحد منا يأخذ ولدا من أولاد علي يربيه ويصرف عليه، يخففون العبء عن أبي طالب. فذهبوا إليه فطرحوا عليه هذا الأمر وقالوا له: نأخذ أولادك ونربيهم نحن ونصرف عليهم ونعتني بهم وننفق بدلك. فقال أبو طالب: إن تركتم لي طالبا فخذوا من شئتم، المهم أن يبقى طالب، أنا أريد طالبا، اللي هو ابنه الكبير. فقال حمزة: أنا آخذ جعفرا. فصار جعفر عند حمزة. وقال العباس: أنا آخذ عقيلا. فصار عقيل عند العباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ عليا. فعلي إذن منذ صغره وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن النبي أخذه وله من العمر خمس سنوات، وقيل أكبر من ذلك، المهم أن عليا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما شب رضي الله عنه وأرضاه زوجه النبي ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة.